أما عن وضعنا المحلي فالقضاء صار يصدر أحكامه القاسية بالجملة في حق المعارضين من أبناء الشعب في غياب وإهمال للقواعد الشرعية وفي تخل عن ضوابط الدستور والقانون. وإذا كانت هذه الأحكام كما تقول الجهة الرسمية والقضاء الذي وراءها معصوما فمن الغريب جدا والمدهش جدا ومن الصدفة الثابتة والصدفة لو كانت هي لا تكون لا تثبت والصدفة التي ليس مثلها صدفة وهي في تكررها كالقانون الطبيعي الثابت من الغريب ومن المدهش ألا تأتي ولو لمرة واحدة مخالفة لهوى السلطة التنفيذية ولما تدعيه ضد المعارضين. إما أن يكون القضاء جائرا وإما أن يكون الشعب هذا الشعب مجرما. وحاشا لشعبنا أن يكون كذلك. هذه عدالتنا القائمة ولتخرس ألسن المطالبين بعدالة غيرها، بعدالة فيها صدق، وليرتفع صوت المنظمات الحقوقية، وليكثر عويل الأمهات، وليتيتم الأطفال حيث يقضي آباؤهم العمر في السجون، ولتضطرب أحوار العوائل لغياب المعيل، ولا ضير في ذلك كله من أجل رضا السياسة. ديمقراطيتنا المتميزة في البحرين ديمقراطية، هكذا يقولون. الديمقراطية هنا سباقة متميزة فريدة، المستوى ذات مستوى فريد، مثال مستواها مثال، وحق للديمقراطيات الأخرى أن تقتدي بها، وللمحرومين من الديمقراطية أن يكتفوا أثرها. دعونا نقول هكذا، ولكن ما وصف هذه الديمقراطية المثال؟ شورى، مجلس شورى معين يتمتع بحق التشريع، مجلس منتخب من اختيار السلطة التنفيذية وتصميمها الكامل، سلطة قضائية معينة شاءت الصدفة والصدفة لا تشاء أن تكون منسجمة تمام الانسجام مع إرادة السلطة التنفيذية، وأن تأتي أحكامها مطابقة دائما لما تقترح حتى صار هذا طابع عدالتها. دستور لا رأي للشعب فيه، تضييق على الحرية الدينية والمذهبية إلى حد ملاحقة مشاريع التلاوة للذكر الحكيم بالعقوبة، ومصادرة حق الصلاة في المساجد المهدمة، إقصاء وتعطيل لكفاءات وطاقات قادرة عديدة مستهدفة من حس طائفي مستول على السياسة وعلى خلفية المطالبة بالحقوق. فتعال يا دنيا وتعال يا غرب لتتعلموا الديمقراطية على يد ديمقراطيتنا، على أن ديمقراطيتنا دكتاتورية ليس لها من الديمقراطية إلا اسمها. أما الديمقراطية التي من حقها أن يطلق عليها هذا العنوان بدرجة من الصدق فهي ما لم يكفي في الوصول إليها كل ما بذل من تضحيات من دماء وأموال وما تحمله هذا الشعب من تعب ونصب ومعاناة وعذابات وسجون وهجرة وتشرد وما ناله من كوارث شدات. ديمقراطية يصر النظام ألا تكون وإن فني هذا الشعب وإن سقط هذا الوطن سقطة لا نهضة له بعدها، وألا تكون حتى تغرق الشوارع من دماء الأبرياء من أبناء شعبنا،
ويتيتم الأطفال في كل بيت. وكأن هذه الرؤية هي رؤية المحيط الإقليمي والعربي ورؤية الدول المؤثرة الصديقة للنظام.